لو أخذنا سؤال من الأسئلة المكتوبة، وسؤال شيخ قسام بيقول السائل بأن بيسأل عن مسألة إن هو ما حكم فوائد مال القاصر الموضوعة في بنوك غير إسلامية، مع العلم أننا لا أتذكر أصل المال كام ولا الفوائد كام، فهل يجوز لي كأم أن أنفق من هذا المال على شؤوننا الحياتية وليس فيما يخص القاصر فقط، وذلك لأن المعاش لا يكفي؟ لا، المال ده ملك للقاصر وليس ملكا لها، حتى لو هنحرمه ولا هنجيزه في النهاية ليس لها، حتى يعني إذا أخذ برأي من أجاز وملك للقاصر اللي موجود ده، يعني الرأي اللي هيجيز لها الفوائد زي دار الإفتاء المصرية وغيره مثلا دلوقتي خلاص ده مش مالها. طب ولو كان لا مال ممنوع، لا طب هو لو حتى قلنا بالرأي الذي يقول بأموال الفوائد المحرمة، هنا يعني التوه من المال الحرام ولا يعرف له صاحب هذه الحالة، هناك رأي يجيز أن الولد لما يكبر يأخذ المال ده بفوائده ما دام مش هم اللي ملكوا يحطوها بمزاجهم، إنما وضعتها السلطة، ولا يملك إنسان اللي هو المجلس الحاسبي ولا يملك. رأيك من الرأي الأول يرى أن المال ده، أنا بقول هنا على رأي من يحرم الفوائد، من يجيز خلاص إحنا عرفنا رأيه وطبعا في رقبته. طيب اللي يحرم الفوائد هنا معناه هذا المال ملك لصاحبه اللي هو صاحب الولد، لما يبلغ سن الرشد ياخذ منه المال من المجلس الحاسبي. أما يرى الحرمة خلاص في رأيين، هو من المال الحرام هنا ده ليه أصحاب معروفين، لا ملوش مش معروف، ده مال من بنك ومش عارف من صاحبه. طيب هنا إما أن يتطهر منه بأن يعطيه لأي فقراء دون أن يخبرهم، أو أن ينتفع به لأنه مال تاب منه ولا يعرف له صاحبا، وهذا رأي الإمام ابن تيمية في هذه المسألة. ابن تيمية ما يحلش بالفوائد، إنما يتكلم على المال الحرام، التوبة من المال الحرام الذي لا يعرف له صاحب. فلكن الأم هنا ليس لها أن تأخذ منه، ده مال خاص بالقاصر وليس خاصا به. طب مين بافتراض أن هذا المال شيخ عصام يعني موجود داخل بنوك غير إسلامية زي ما السؤال بيقول، طب من هو المسؤول أو من الذي يتحمل الوزر؟ هل القاصر يتحمل الوزر ولا المسؤولين عنه؟ أطلق حاليا مش بمزاجه، اللي حط المجلس الحاسبي السلطة الدولة. نعم، المسؤولية مسؤولية الدولة، مش حتى الأبوين أو الأم مثلا لو كانت موجودة. بدين ما تقدرش تاخد الا ما تقدم اوراق، وان محتاجين تفاصيل معينه، وللولد نفسه في اطار مبلغ معين، لا تفاصيل مرهقه يعني صعبه، الامور صعبه. طبعا انا مع المجلس الحاسبي في قضيه التضييق على كامل يخافوا من بعض، قد تكون الام لا تحسن التصرف فتبدد مال اليتيم، ولكن احيانا بتبقى متحبيه زياده عن اللزوم، يعني انا بس المساله محتاجه روح القانون واللي يطبق اكثر. اي نعم.